حاجات كتير قوي خانقانه في دنيتنا هنا من ناحيه البحر، لان معلش هقول لك ايه، 5 كيلو في الميه على الجنبين متحشين، وانا دلوقتي عشان انزل من بيتنا لازم ابحر لي يجي 1.5 كيلو عشان اعرف اشتغل. البحر اهو على الجنبين، ها، ولو رحت على حد يا نهار ابيض توم ايام والسحب على اسلحه قبل كده، ومش مره ولا انا لو اشتكيت انا اللي هتضرب. انت اللي غلطان. انا الغلطان، ما لاني في ورق على اسم وسيم بسبب البحر ده. الحل حاجه من الاثنين، لا ربنا ياخدهم لا ياخدنا، لان دي معلش شغلانه والدي وشغلانه عيالي برضو، لان ما وقت ما هيطلعوا ما فيش اللي هيامن لهم مستقبل. رابع يوم رمضان قامت مشكله، وجاب لي بندقيه قالي وجي وقعد عاوز ياخد حته المركب، وانا من غير لو المركب دي اتاخدت خلاص اصبح ما فيها دي بقى ايه، يبقى معلش البيت خرب طبعا. دي بقى معلش اللي بتجيب المصروف اليومي بتاع البيت.